بسم الله، الصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد مع قناتنا عالم زهرة للأزهار. دائما القناة قلنا مهتمة بالنباتات وكل ما يخص النباتات وأيضا طيور الكناري. اليوم راح نشوفوا معايا هذا الفيديو اللي راح نقوم به نقل هذا الوينكا الى اصيص اكبر. راكم تشوفوا الاوراق نتاعها كيف ولات عيانه. هنايا قمت ثقبت هذا الاناء، ما لقيت لا هذا، يعني هو من الافضل انه ما نستعملوا هذا الشفاف. انا حاليا ما لقيت لا هذا، لا غالب راني راح نديره هو، وممكن في المستقبل راح نجيب لي البنتوره راح ندير له البنتوره. اول شيء راح درت حطيت تلك الحجاره باش تعاونني في تسريب الماء، لانه قلت لك هذا الاناء الابيض دائما الشفاف يدير واحد اللون الاخضر، احنا نقولوا الخز هو. والله انا ما نعرف هل هو مفيد للنبات ولا مضر للنبات. المهم هذاك الماده احنا نلقاها عند في الماء، يعني دائما في الماء اللي يكون حاقن ولا راكد تلقى فيه هذيك الماده. ممكن فيديو لاحق راح ندير لكم نجيبوا معلومات على هذاك الشيء. دائما الطريقه انا نعرفوها ودرتها معاكم اكثر من مره، ونحط صباعي بين النبته ونقلب الاناء ونضربه على اي شيء حتى يتنح النبات، ينزل بكل سهوله وما يتفتت ليه، ما يتعرض للهواء، ما يدير للمشاكل. نزيد نعمر الاناء بكل التربه، نعمره بالتربه، نقدد التربه ونسقي النبات هكا، وان شاء الله ينتعش النبات ويكونوا اوراقه بشكل اكبر وازهاره تكون كبيره بشكل اكبر. راكم تشوفوا الازهار كيفاش هي صغير. نتمنى يعجبكم الفيديو، نلتقي معكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.